بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لزميلي عبد الله حسين وضيفه بالاستديو التحليل الكابتن حامد العمران. اعزائي المشاهدين، عوده مره اخرى في اللقاء الثالث بين كاظمه والكويت. عيسى عبد القدوس يحييكم عبر تلفزيون الكويت القناه الرياضيه. حكام هذا اللقاء مع بدايه طبعا اللقاء بين الكويت وكاظمه راح يكون الحكمين احمد الجيماز ومحمد ابو يابس. لقاء قوي اكيد، لقاء قوي اكيد قوي بسبب كاظمه. كاظمه 21 نقطه المركز الرابع، يبي يصعد فوق مع الفرق القويه السالميه، ينافس السالميه والقادسيه. التشكيله الموجوده في كاظمه قوه ضاربه بالخط الخلفي بقياده طبعا سعد الحيدر وابراهيم الامير وايضا يوسف حيدر. كره سريعه من الكويت الغربلي نجم الكبير الى، لكن وين حاول مشعل عباس يسجل اول اهداف، لكن الغام قياده كاظمه خلفهم حارس مرمى الممتاز ما شاء الله علي المسوي، طبعا ولد الكابتن حسن المسوي لاعب التضامن سابقا. 6-0 دفاع امام القوه الضاربه في الكويت. عبد الله خميس، سعود 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 ضويحي وايضا عبد الله الغربلي، يعقوب اسيري. شوف الطريقة، حاول تصويب الاختراق الى الجناح اكيد الجناح، لكن المسوي المسوي برافو يا المسوي. كرة سريعة مثل ما قال كابتن حامد العمران، مفروض انه يبدأ بالمسوي وبدأ يا حامد كابتن حامد. واول هدف من يوسف حيدر، اول هدف على الظفيري. هذا الظفيري مرمى الكويت. شوف اول تصويبة من يوسف، كرة مع الكويت، دفاع 6-0. أكيد لقاء ناري بيكون بين الفريقين، الكويت المتصدر. وهذه كرة رمية جزاء، يقول الحكم رمية جزاء البالول بخبرة البالول عبد الرحمن البالول على الدائرة. عبد الرحمن البالول هذا حارس المرمى اللي اتفقنا انه حفظ، بالفعل حفظ خبرته. هذا مشعل يصوب، مشعل اول هدف للكويت. هذا مشعل متخصص في رميات الجزاء. مشعل عباس كره سريعه كاظمه، كره سريعه يهدي. هذا ابراهيم الامير، ايضا عبد الله العنزي في الجناح الايسر، وهناك الحيدري الخطير مع القطان في الجناح الايمن، ولاعب الدائره هو احمد مراد. شوف الحيدري قوه ضاربه، والدفاع الكويت 6-0 امام وين؟ شوف الضغط وين؟ عند الحيدري، الخطوره بالتصويب من خارج امتار 9 متر. الحكام راح يرفعون ايدهم، لعب سلبي. طالت الكره يا الحيدري، طالت الكره لكن وين؟ ترد مره ثانيه الحيدري بعد التصويب، والامير محاوله اختراق، دفاع قوي من عبد الله الخميس. هذا عبد الله الخميس. ابراهيم محاولة، حكام رافعين ايدهم لعب سلبي، لا توجد حلول امام مشاري صيوان بالدفاع. الامير الحيدري يوسف حاول يوصل الكرة لكن ما استلمه، فاست بريك. التخصص نادي الكويت من اللعبات السريعة، اللعب الجنب. برافو يا مشعل. مشعل عباس وصل الكرة الى يعقوب اسيري، وصلت كرة لمشعل يسجل هدف الثاني. هذا الهدف بالإعادة مشعل. تقدم الكويت 2-1 على كاظمة. قلت لك لقاء الأقوياء، فرق واصلة لدور الستة، دور الأقوياء طبعا دور الكبار، 6 فرق وصلت. الكويت، كاظمة، العربي، برقان، السالمية، فرق واصلة والقادسية. لكن المراكز، لأن في نقطتين، وهذه كرة لأحمد يا أحمد، لكن حارس مرمى برافو يا صاحبي، برافو يا حارس مرمى عبد العزيز ظفيري. برافو، هذا الظفيري، هذا عبد العزيز ظفيري حراس مرمى. لقاء حراس مرمى اكيد، لقاء حراس مرمى. شوف الحيدري باول تصويبه بالغام وترد الى عبد الله. وين يا عبد الله العنزي بالجناح الايمن، ترجع الكره الى الكويت. هذا الظفيري حارس مرمى ممتاز.
الغربلي، سعود ضويحي. طبعا حكام الطاولة يعقوب اليوسفي، عبد العزيز صرخو، مراقبين للمباراة اللي هم أحمد المطوع وثامر أشكنوني. خميس ليعقوب، ها شوف الصاروخ، شوف الصاروخ من الغربلي. برافو يا عبد الله يا الغربلي، برافو يا عبد الله يا الغربلي. كرة سريعة من كاظم، الاستعجال، رد رد، لكن الظفيري، الظفيري الحيدري موجود في المرمى، وترجع كرة سريعة كويتاوية، ولكن هالمرة، هالمرة المسوي، المسوي المسوي، وهدف، هدف سهل بعد ما تصدى المسوي لصاروخ من عبد الله الغربلي. هذا المسوي علي، شوف الصاروخ وين من مسافة، لكن ردت إلى مشعل، مشعل بالتصويب، خداع على حارس المرمى. 4-1، 4-1 قيادة كاظمة، طبعا قيادة كابتن مروان رجب، وهيثم الرشيدي يقود نادي الكويت. في مشكلة في هجوم كاظمة، نعم في هجوم أمام قوة نادي الكويت بالدفاع، قوة نادي الكويت بالدفاع. نشوف هل بحاجة محمد جواد، هذه كرة أتوقع أن المدرب يعني محمد جواد راح يفيد أكيد، لأنه راح يخلي إبراهيم الأمير بالجناح، راح يشرك محمد جواد. هني لازم يعني المدرب راح يطلب هذا عبد العزيز، وهني صفر عبد العزيز وعلي صفر، حراس مرمى كبار، أتوقع أنه يطلب ممكن الوقت المستقطع، لأنه راح هذا الكابتن مروان. شكرا مخرجنا، شكرا لمصورينا، وهذا يعقوب، شوف 4-2، سعود يا سعود يا سعود يا سعود، لكن حارس مرمى صاحي، حارس مرمى صاحي، كرة سريعة، يوسف راح يسوي، يوسف هل راح يكون لعب فردي؟ حيدري، يوسف كاظمة بالحيدري، ويوسف وإبراهيم الأمير. محمد جواد نعم لاعب سنتر، لاعب مؤثر، هل يتفق معي كابتن حامد؟ كل مباريات كنا نشوف محمد جواد ويوسف حيدر في البداية، الأمير نشوفه بالجناح، وبعدين يكون الاستبدال انه يلعب في الباك. هل بحاجة الكابتن مروان رجب الى محمد جواد؟ خلينا نشوف الكرة والتصويب من الأمير، لكن حارس مرمى صاحي. برافو يا عزيز، برافو عليك يا عبد العزيز، وكرة سريعة الكويت الغربلي. سلام يا سلام عليك، شوف التخطيط، لكن وين حارس مرمى؟ هني ايضا حارس مرمى موجود، هني حراس مرمى كابتن عبد الله حسين، ارد واقول لك حراس مرمى، والكابتن حامد العمران حراس مرمى، حراس مرمى راح يكون لهم دور، ذكرته وانتو حراس المرمى، وكابتن حامد العمران كان واضح ان احمد الجويعد حارس مرمى، لكن للحين ما عنده الخبرة الكافية مثل علي المسوي. 4-1، راح ندخل على 9 دقائق، وصعوبة في هجوم كاظمة، صعوبة في هجوم كاظمة، والغربلي يا عبد الله، يا عبد الله من بعيد، هذا عبد الله الغربلي، برافو عبد الله الغربلي. الهدف الخامس للكويت، قلت لك في مشكلة، في مشكلة في كاظمة، في مشكلة في كاظمة. شوف نزول محمد جواد، كل مرة نشوف محمد جواد ويوسف حيدر ثلاث مباريات تقريبا نفس تشكيلة محمد جواد مع يوسف حيدر، الحين محمد جواد استخراج، اخرج المدرب يوسف حيدر، محمد جواد ايضا لاعب سنتر، لا لاعب سنتر كبير ايضا، وهني الحيدري، وشوف الاخطاء هذه البسيطة، الاخطاء البسيطة، فاست بريك، يعقوب سيري، يعقوب يا يعقوب يا يعقوب، لا لا حاجة الوقت المستقبل، حاجة الوقت المستقطع نادي كاظمة، لكن شوف الأخطاء البسيطة، الأخطاء البسيطة لاعبين نادي كاظمة. هني يعقوب أسيري يسجل الهدف السادس، 6-1، لا 6-1، برافو نادي الكويت، برافو نادي الكويت، طبق الطريقة الصحيحة. شوف بالجناح عبد العزيز مسعودي، هذه كرة حيدر ما بين، هاي ابراهيم، يا ابراهيم، ابراهيم لكن في عقب، ابراهيم كان مفروض ابراهيم الامير يكمل، ما يصوب على طول، يكمل
راح يستفيد، ممكن يستفيد رمية جزاء أو هدف، وهذا مشاري. مشاري قوة دفاع نادي الكويت، هذول النجوم اللي موجودين، مشاري الصيوان والبالول محمد جواد في عاق، هذا نواف الشمري. شوف محمد جواد، محمد جواد بالبلوك بالبلوك بالبلوك، فاست بريك سريع، يعقوب أسيري أسيري أسيري، لكن وين وين يا يعقوب؟ ترجع الكرة كضماوية، محمد جواد دفاع قوي يا عبد الله خميس، ذكاء من عبد الله خميس، عطل كرة محمد جواد، عطل كرة محمد جواد، في مشكلة. نعم نعم في مشكلة، في مشكلة في هجوم كاظم، دفاع 6-0، التصويب مفروض يكون من خارج امتار 9، شوف الدائرة ودخول، والحكم القطان فيه عاق، فيه عاق، نزول على الدائرة يوسف الحداد، يوسف الحداد على الدائرة، يوسف الحداد لعب خط خلفي يبي يستفيد منه الكابتن مدرب نادي كاظم مروان رجب، شوف طريقة تبادل، هذا الحداد قوته، لكن دفاع قوي، دفاع محكم من الكويت، البالول برافو نادي الكويت، برافو نادي الكويت، دفاع راح ندخل على الدقيقة 12 وهدف واحد تسجل، لكن وين؟ آه من داخل من داخل من داخل من داخل، البالول يقول له صح يا حكم، صح يا حكم. الأمير، محاولة الفردية من الأمير والهدف الثاني، برافو يا إبراهيم الأمير، فردي اتجه إلى اللعب الفردي وسجل الأمير الهدف الثاني بعد 12 دقيقة، بعد 12 دقيقة يسجل الهدف الثاني إبراهيم الأمير لكاظمة، 6-2 كاظمة والكويت، كاظمة والكويت، كويت صدارة، ما يبي خسر أكيد، صير 26 نقطة بالفوز اليوم على كاظمة إذا فاز، وكرة في عاغ بيابس يقول في خطأ يدف محمد بيابس حكم، البالول شوف الكويت يعني يستغل الفاست بريك، اللعب الجماعي اكثر من بالهجوم، يعني قاعد يستغل يسجل اهداف، شوف شوف التكتيك الهجومي الى الدائره، لكن مقطوعه وفاست بريك سريع القطار، وفي رميه جزاء وقع في دقيقتين او ما فيها شيء، الحكم يقول قرار عند الحكم، دائما نقول يا يعني في ثقافة كرة اليد لاعب رايح فاست بريك، إذا أنت منت سابق اللاعب تركه لا تلمسه، راح يتخذ فيك قرار، يعني أي لاعب بالفاست بريك مع حارس مرمى، شوف شوف كرت أحمر يعقوب، كرت أحمر، هذا اللي أنا أتكلم عنه ورد وكرر كلامي، لازم الأندية جميع الأندية لازم يعني تكون هني ثقافة واضحة، تبينون للاعبين، تدربون اللاعبين عليه ان اي لاعب، شوف يا عقوب انت خلاص رحت، ما له داعي انك تحاول، خلاص خليه يسجل، ولا انك تطلع دقيقتين او تطلع بالكرت الاحمر وينقص فريق، كرت احمر اسيري والكويت خسر، طبعا يعقوب اسير لان ايضا لاعب يلعب في الجناح ويلعب بالدفاع، عبد العزيز المسعودي، عبد العزيز سجل، عبد العزيز لاعب منتخب الشباب، هذا عبد العزيز برافو، احد شباب نادي كاظمة، لاعب ايضا منتخب الكويت للشباب، 6-3 راح ندخل على الدقيقة 14، الغربلي محمد الغربلي، محمد الغربلي ايضا قوة ضاربة مع اخو عبد الله الغربلي، طبعا يا كابتن هاشم الغربلي نجم منتخب الكويت، والدهم بالسابق نجم ونادي الكويت وايضا في منتخب الكويت، كرة الى الخميس عبد الله الخميس بعد خروج يعقوب، عبد الله الخميس ايضا يجيد اللعب في الجناح، وهذا سعود الضويحي،
الى عبد الله. يا عبد الله من وين تصويب؟ لكن خارج هذا عبد الله نجم في كرة اليد الكويتية والخليجية والحيدري، الى الجناح القطان، لكن حارس مرمى كبير عبد العزيز ظفيري الاخطاء. هذا عبد العزيز ظفيري القطان، فاد نادي الكويت، فاد نادي الكويت هالكرة هذه، وضي يخلص الفارق الى هدفين. لكن مع ان نادي الكويت عنده نقص عددي، كان عنده كان نقص عددي، والحين الكويت من غير حارس مرمى، من غير حارس مرمى هل يستفيد نادي كاظمة؟ اذا اخطا احد لاعبي نادي الكويت سعود ضويحي القيادة والغربلي، لكن بلوك قوي من القطان، بلوك قوي على عبد الله الغربلي، كان يبي ينزل الكرة. هذا عبد الله الغربلي نجم كبير، عبد الله الغربلي اكتمل الكويت، خلاص اكتمل. كاظم ما استغل الفرصة، سعود ضويحي الخبرة، يا سلام عليك يا سعود، ويا سلام عليك يا عبد الرحمن البالول، هذا البالول لاعب الدائرة، برافو، سريع من الحيدري الى الدائرة. شوف الفرق، انا اسجل انت ما تسجل، هني الفرق، هني يفتح الفارق نادي الكويت بسبب امكانية لاعبينه بالتصويب على حراس المرمى. البالول سجل، انت يا يوسف الحداد ما سجلت، مع ان استلمت كرة ممتازة من سعد الحيدري. مروان رجب مدرب كاظمة، مروان رجب كان ايضا مع الكابتن خالد طالب، يعني انت كابتن خالد كان فترة استلام نادي الكويت، بالفعل كابتن خالد غير بصراحة، اتكلم غير من لاعبين من مستوى الفني في نادي كاظمة. وهني يا سلام عليك يا المسوي، يا سلام عليك يا المسوي، على المسوي حارس مرمى، لكن يبي مساعدة، يبيكم تسجلون اهداف. لكن شوف الاستعجال هذه من محمد جواد، وهذا الفاس بريك جماعي، لكن صاحي وترجع الكرة مرة ثانية. شوف الكرة لمنو؟ على مشعل، على مشعل، كرة على مشعل، وفي دقيقتين. يقول الحكم لما صفر دقيقة، لما نصفر تترك الكرة. خلينا نشوف هني اللي عادة، كرة عند الحيدري، بريلة أيضا، بريلة مشعل، شكرا مخرجنا، شكرا للمصورين، شكرا للإخوان بالاستديو طبعا التحليلي. بن عبد الله قاعد يقدم لنا طبعا زملائنا الغدامة، سواء من إعلاميين أو لاعبين بالاستديو التحليلي. اليوم معانا طبعا كابتن حامد، وهذه كرة بالجناح أصليلي، كرات سهلة وانت لاعب درجة أولى، ويعني فتلت منك هذه الكرات صعبة، ومباراة أمام منه انت قاعد تلعب؟ أمام نادي الكويت، أمام نادي الكويت، يعني بطل 7 مواسم في بطولة دوري الكاس، وهذا حامد الصليلي أضاعت من الكرة. يعني أتمنى ما يزعلون مني اللاعبين، لأن كرة مهمة، كرة يد، هذه اسمها كرة يد، يعني أيضا تمسكها أنت باليد، مفروض أنك تستلم وأنت لاعب درجة أولى وخبرة. شوف متعب المطيري نقص في صفوف نادي الكويت، وعبد الله سعود، سعود ضويحي اللي يقود نادي الكويت، هذا سعود ضويحي بالخبرة يقود نادي الكويت، خط خلفي الغربلي، لكن دفاع الأمير وفاست بريك. شوف الكرة سهلة، طلال إلى الحيدري، يا عزيز يا عزيز، برافو يا عبد العزيز الظفيري، يعني شوف التصدي لهذا الحارس، ممنوع الدخول، يقول ممنوع الدخول، شوف التصدي لكرات كثير من الكرات تصدى لها هذا الحارس مرمى الكبير عبد العزيز ظفيري. 7-3 داخلين على الدقيقة 19. عبد الله سعود خط الخلفي، محمد يا محمد إلى عبد الله إلى سعود، سلام عليكم يا لاعبين نادي الكويت، يا سلام عليك الخميس، برافو يا لاعبين نادي الكويت، برافو. شوف كرة اليد الحديثة، كرة سريعة، الحيدر يهدي، طلب الوقت المستقطع،
مدرب نادي كاظمه مروان رجب. يعني نادي كاظمه اضاع الكثير والسبب يعني انصدموا في حارس مرمى عبد العزيز الظفيري. هذا شاكر اردي مشرف الفريق نادي الكويت. يعني لاعبين كاظمه هم قاعد يضيعون كرات سهله يعطون الفرصه لنادي الكويت يفتحون الفارق. بعض اللقطات الجميله من التصوير شيء جميل بصراحه من القناه الرياضي شيء جميل بالتصوير فن في التصوير بصراحه اللي قاعد تشاهدونه اعزائي المشاهدين. يوسف يوسف يا يوسف هني الهدف وهني ايضا مشعل بعض الاهداف. هذا السلاح النادي الكويت الفاست بريك. قذيفة الغربلي على علي المسوي والنتيجة 8. حكامنا مطوع صرخه يعقوب اليوسفي وأيضا أحمد المطوع ويا ثامر أشكره المراقبين. كرة مع محمد جواد حيدري إبراهيم إلى الحيدري. للحين ما شفنا تصويبات الحيدري أكثر شيء بالبلوك أو خارج المرمى. يحاول إبراهيم إلى الجناح إلى الجناح لكن حارس مرمى حارس مرمى يا عبد العزيز عبد العزيز المسعودي دخل من زاوية صعبة على عبد العزيز الظفيري لكن بصعوبة التسجيل بهذه الطريقة. يعني أنا أتساءل أيضا كابتن حامد العمران أتوقع راح يتساءل كل مباراة نشوف محمد جواد ويوسف بالفعل أوكي يلعب الكويت 6-0 لكن تدارم التصويب من خارج التسعة متر وعبد الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا عبد الله أنت قوة ضاربة يا عبد الله ما يخالف يا علي لاعب كبير هذا عبد الله الغربلي وهذا محمد جواد والهدف محمد جواد ما يخالف يا عبد العزيز الظفيري محمد جواد. شوف محمد جواد يصوب ويسجل وني القذيف اللي يطلع بذكاء بذكاء يا الغربلي بذكاء يا عبد الله يا الغربلي برافو عبد الغربلي. راح ندخل على اخر 10 دقائق والنتيجه 9-4 الكويت بتقدم على كاظمه. غربلي راح يكون لعب سلبي اذا ما خلصت هذه الكره يا محمد وكره الى عبد الله في عاقه الحكام رافعين ايدهم لعب سلبي. هذا بويابس محمد بويابس هل محمد الغربلي محمد الغربلي الغربلي الى الدائره لكن ابراهيم الامير يقول ما فيها شيء الحكم. شوف هذه الاخطاء هذه الاخطاء ترد عليك عكسيه تسجل اهداف هذه يعني كرات تتسجل عليك وهني المطير لكن حارس مرمى برافو وترجع ايضا للكويت بعد دخول متعب المطيري متعب بالجناح لكن حارس المرمى برافو علي المسوي. كره مع الكويت طريقه عبد الخميس الى عبد الله السلام يا عبد الله لكن في هل فيها دقيقتين في دقيقتين في دقيقتين في دقيقتين الحكم بويابس على لاعب يوسف الحداد يوسف الحداد هني حداد استعمل ريل ريل 5 لاعبين بالدفاع سبب النقص العددي راح ينفذ كاظمة هل راح يوصل الكرة إلى الدائرة هل يوصل قطعت لكن لا رجع بسرعة الغرب اللي خذ الكرة هل راح توصل إلى الكرة إلى الدائرة أما للجناح متعب متعب يا متعب برافو متعب المطيري برافو نادي الكويت قاعد يطبق الطريقة الصحيحة بالهجوم ما يستعيل ما يبي يصوب من خارج أمتار التسعة لا لا شوف وصل الكرة حق متعب يسجل أو يوصل الكرة إلى لاعب الدائرة أو الجناح الثاني عبد الله خميس
هذا محمد القربل ومشاري كاظمة من غير حارس مرمى مع الحيدري، قاعد يلعبون مع الحيدري. نشوف ابراهيم الامير، هذا الحيدري قاعد يحاولون يقابلون كاظمة، عنده مشكلة الامير، لكن عبد العزيز، عبد العزيز يا عبد العزيز، عبد العزيز ظفيري احد اسباب هذا الفارق اللي تشوفونه 10-4، احد الاسباب هو حارس مرمى عبد العزيز الظفيري. ان نادي كاظمة عنده مشكلة كبيرة بالتصويب والتسجيل. الغربلي لاعب الدائرة، لاعب الدائرة توقعت، لكن يا البالون راحت منك. صليلي حامد، صليلي الحيدري، الحيدري 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 الحيدري، هذا سعد الحيدري، هذا سعد الحيدري. بعد كرة ما استلمها البالون على الدائرة، شوف الحيدري قوة ضاربة، قلت لك في نادي كاظمة هو ضاربة في نادي كاظمة. سعود إلى الجناح متعب، يا سلام عليك يا متعب المطيري، متعب المطيري. يعني شوفون لاعبين نادي الكويت كلهم خبرة، اللي موجودين كلهم لاعبين خبرة، لاعبين مثلوا منتخب الكويت. وهذه الكرة من متعب المطيري بالجناح، 11 الكويت 5 كاظمة، آخر 7 دقائق من زمن الشوط الأول. أرد وأكرر يعني ان ابراهيم الامير كان بالجناح، كان مع جواد، وهني الحيدري، وهذا محمد جواد والحيدري، لكن بلوك صاحي، بلوك الكويت صاحي، بلوكات لاعبين نادي الكويت صاحيين في الكرات هذه، وكره لصالح الكويت اتوقع، لصالح الكويت هذا لك متعب. يعني البلوك من لاعبين نادي الكويت امام سعد الحيدري، وهذا هدف، هدف الخميس، هذا عبد الله الخميس بسهوله، بسهوله على علي المسوي. شوف عبد الله الخميس، لاعبين كاظمة واقفين، نزول يوسف حيدر. الحين هذه التشكيله اللي احنا متعودين عليها، اللي كنا نتابعها في اكثر من 3 مباريات بعد العوده، نشوف هاللاعبين الاثنين محمد جواد ويوسف حيدر، محمد جواد ويوسف حيدر. نشوف الطريقة اللي راح يلعب فيها، هل راح يكون الضغط بين اللاعبين والمهارة الفردية. شوف طريقة يوسف ما استلم الكرة، محمد جواد والتصويب، وهدف 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 محظوظ فيه محمد جواد. وهارد لك يا عزيز، يا عبد العزيز الظفيري، هارد لك. بعد ما لامست أحد البلوكات من لاعبي نادي الكويت غيرت اتجاهها، راحت الى المرمى. الهدف السادس، 12 الكويت 6 كاظمة، اخر 5 دقائق. سعود الكويت اقول افضل، نعم الكويت الافضل. محمد الغربلي الى عبد الله، لكن يا عبد الله هروبك من الرقابة عبد الله كانت ممتازة. وهني القطان، القطان يا القطان، وهدف. السلاح الغوي في كرة اليد اسمه فاست بريك، السلاح الغوي في كرة اليد اسمه الفاست بريك. شلون انا اخذ الكرات السهلة واصطاد الأهداف بهذه الطريقة؟ راح أغير شغلات كثيرة، أغير شغلات كثيرة، أغير أيضا النتيجة. انطوع هذا الحكم، هذا محمد بيابس. كرة، هل كانت كرة مبللة؟ البالول نجم الدائرة عمال بولول، هذا الامير اللي راح بالجناح. التشكيله نقول اي دقيقه تقريبا، اخر 6 دقائق، يعني اخر 6 دقائق رد الكابتن مروان في التشكيله اللي احنا دائما نشوفها. دفاع 5-1، 6-0، 6-0 دفاع، 6-0 تركيز. خط الخلفي الكويتي فريق قوي، خط خلفي قوي مكون من سعود وعبد الله ومحمد، لا لا قوي، قوه ضاربه. شوف في عاقه، لاعبين نادي الكويت ما يستسلمون الا الدفاع، لا لا لا، تمسكه فاول ما يبي الفاول، لا يمشي الكره، لانه يدري راح يكون ضغط بين لاعبين، راح يعني تكون ثغره حق الاطراف، سواء حق متعب او حق عبد الخميس. خلينا نشوف 4-2، سعود، سعود
اضواحي يقول حكم في خطوات فاست بريك يهدي لا محمد جواد سعد الحيدري الحيدري الى محمد جواد يهدي محمد جواد يهدي محمد جواد اللاعبين اللي موجودين وانا مصمم اقول محمد جواد ويوسف حيدر وكان الكابتن مروان في الشوط الثاني يخرج ابراهيم الامير الى الباك لانه يكون الفريق اللي امامه يمكن تقل لياقته وهذا يوسف هذا يوسف ما اعطاه فرصه الحكم استعجال توقع او في خطوات من يوسف هذا يوسف ومحمد جواد في دخول برافو تصويب لكن خارج المرمى الكويت ما بيستعيل بطل هذا الحارس بصراحه بطل الشوط الاول هذا الحارس عبد العزيز وكره سريعه سعود ضويحي يهدي الغربلي بطل الشوط الاول عبد العزيز الضفيري شوف الخط الخلفي من الكويت سعود ضويحي تبادل هل راح يكون 4-2 على الدائره يا سلام يا سلام عليك يا سعود يا سلام عليك يا عبد الرحمن يا سلام عليك يا سعود ويا عبد الرحمن برافو نادي الكويت كرة اليد اللي قاعد يطبقها نادي الكويت مستوى كبير بصراحة مستوى كبير باللاعبين المتواجدين في هذا الفريق من عبد الله الغربلي محمد الغربلي سعود ضويحي عبد الله خميس البالول عبد الرحمن ايضا بالاجنحة موجودين لاعبين لا ننسى ان مشعل كان موجود وهذه كرة من محمد جواد لكن بالبلوك البلوك البلوك من لاعبين نادي الكويت ومحمد الغربلي وهدف الفاست بريك هذا محمد الغربلي القوة الضارب برافو نادي الكويت 14-7 واخر دقيقتين اخر دقيقتين 6-0 دفاع مميز من نادي الكويت 6-0 الاعتماد على البلوكات وايضا حارس المرمى عبد العزيز الضفيري الحيدري الحيدر من وين الحيدر من وين لا 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 مسافة بعيدة حارس مرمى كبير وعبد الله يطلب هل في طلب وقت مستقطع ام خلينا نشوف محمد بو يابس في خطأ اتوقع المطوع في دقيقتين على منو على منو دقيقتين على مشاري اشوف احمد يضحك ومشاري ايضا يضحك هذه الروح الطيبه بين الحكام وبين في خطا ترجع الكره توقع دخول لاعب قبل خروج اللاعب اللي داخل الملعب مشاري او سعود ضويحي في دقيقتين ترجع الكره مره ثانيه الى نادي كاظمه تعود الكره الى نادي كاظمه اخر دقيقة تقريبا راح ندخل على الدائرة لكن ما وصلت حاول يوسف والنقص العددي يا يوسف حكام ايضا حكمنا احمد الجيماز هذا الحيدري شوف النقص العددي راح توصل الكرة هذه الطريقة الصحيحة هذه الطريقة الصحيحة محمد جواد وصل الكرة الطريقة الصحيحة استغل النقص العددي يسجل الهدف الثامن هذه الطريقة شوف هذه الطريقة اللي انت ممكن تسجل الهدف ثمانية اخر ثواني وقع هل ثامر هيثم راح ياخذ الوقت المستقطع ام راح طلب الوقت المستقطع لا طلب الوقت المستقطع طلب الوقت المستقطع يبي ينفذ اكيد هذا الغربلي محمد يبي ينفذ في باله خطة خلينا نشوف هني كابتن مروان مدرب نادي كاظمة مدرب نادي كاظمة شوف حكام احمد الجيماز محمد بويابس قيادة موفقة شوف هيثم الرشيدي اشرح هذا هيثم الرشيدي مدرب شنو عندك يا كابتن هيثم راح تنفذ في الثواني الاخيره ثواني الاخيره والنتيجه
14 الكويت 8 كاظمة. هذا نجم الشوط الأول، بطل الشوط الأول بصراحة عبد العزيز الظفيري. طبعا الكويت 6 لاعبين بدون حارس مرمى، راح يكون بدون حارس مرمى. هاي بعض اللقطات التصدي لهذا الحارس، شكرا لمخرجنا. الكويت اذا انقطعت الكره راح يكون مرمى فاضي. خبره لاعبين نادي الكويت يعني ترد على خبره اللاعبين، خاصه هذا اللاعب رقم 5 عبد الله الخميس. وعبد الله يا عبد الله يا عبد الله عبد الله يا عبد الله الغربل، برافو يا عبد الله. كره سريعه، الثواني الاخيره، رميه زاويه، ثواني. هل محمد جواد يخلص؟ لكن البلوك، هذا اللي اتكلم عنه، البلوك بالجناح. الامير ابراهيم الامير، برافو اعزائي المشاهدين. يعني يكون لصالح نادي كاظمة تقريبا بالهجوم. بداية الشوط الثاني تقدم الكويت 15-9 على كاظمة. الكويت دفاع 6-0 كاظمة امام القوة الكويتاوية سعود وعبد الله، وايضا نزول بالجناح الايسر العدواني، سيف العدواني، هذا اللاعب الممتاز سيف واللي قادر انه يصوب. هذه مباراة طبعا لاعبين خبرة، وهذا اللي تكلم عليه الكابتن حامد العمران، تكلم عنها النقطة هذه كابتن حامد العمران بين مشعل اللي هو نجم مشعل عباس، وهني في دقيقتين يوسف حيدر توقع مدة الريل دقيقتين اكيد راح تأثر على نادي كاظمة. نادي كاظمة راح يلعب بدون حارس مرمى، شوف طريقة يعني غياب لاعبين نادي كاظمة. طلال ايضا موجود، حامد صليلي بدائرة يلعب دائرة، وطلال ياقود يلعب دائرة، وايضا اسماعيل خزعل، يعني خسارة اسماعيل خزعل لدائرة نادي كاظمة. لكن في متخصصين لاعبين بالدائرة، والحداد مو لاعب دائرة بصراحة. هذه كرة الامير بين اللاعبين، ما فيها شيء، يقول الحكم ما فيها شيء، والحكام رافعين ايدهم لعب سلبي. خلاص انتقلت الكرة الى الكويت بالهجوم. الغربل، لكن علي برافو يا علي، هذا علي المسوي، يتصدى الى كرة عبد الله الغربلي. هذا ثام هيثم الرشيدي مدرب نادي الكويت. 6-0 حيدري، يعني ما ظهر بالصورة المطلوبة بأنه يضغط ويصوب ويسجل. شوف لعب فردي حيدري، يعني الحيدري لو أنه راح يكون الضغط خاصة الخط الخلفي مفروض يلعبون إلى الأجنحة، يعني لعب الخط الخلفي إلى الأجنحة إلى الأطراف. هذا الأمير شوف دفاع قوي، لا دفاع قوي الكويت، صعبة. تكلم منطقة الوسط صعوبة، تكلموا عن الإخوان بالاستديو التحليلي. محمد جواد، إبراهيم شوف دفاع القوي، حيدر من وين إلى في رمية جزاء واضحة، رمية جزاء. حكم الجيماز أحمد الجيماز يقول رمية جزاء، وهذا أبو يابس. شوف الحداد استلم الكرة بيد واحدة في رمية جزاء، من راح ينفذ الرمية؟ ونزول حارس مرمى العملاق علي صفر، هذا علي صفر حارس مرمى منتخبنا الوطني، وهذا العنزي عبد الله وصفر. عبد الله برافو يا عبد الله سجل رمية الجزاء 10-15 كل فريق سجل له هدف واحد في 3.5 دقائق. كرة مع متعب، شوف الكويت ودو لاعبين نادي الكويت خط الخلفي. عبد الله دفاع متقدم، راح
راح يكون من نادي كاظم. والتصويب هذا اللي قاعد اتكلم عنه سيف العدوان. برافو يا سيف، برافو برافو يا سيف الرشيدي، هيثم معطيك الثقة، وبالفعل انت قد الثقة وصوب وسجل. احنا نقول المباريات هذه الكبيرة صعب انك تشرك لاعبين يعني من الشباب والناشئين، لكن كل الثقة في الكابتن هيثم الرشيدي في هذا اللاعب ويسجل الهدف رقم 17 في عاغا يوسف، يوسف حيدر. انا قاعد ومصمم واقول ان نادي كاظمه لو يعتمد على الاجنحه على الاطراف يكون الضغط بين اللاعبين توصل الى ابراهيم الامير او الى القطان، راح تصير خطوره، راح منطقه الوسط راح تفتح، لاعبين نادي الكويت راح يفتحون منطقه الوسط. شوف الضغط سريع، كمل كمل. جواد يرجع مره ثانيه، يوسف يوسف الحيدري هذا الى يوسف حيدر. شوف كم رافعين يدهم، راح يكون لعب سلبي الى الامير، لكن لامس الخط، لامس الخط العدواني، سيف العدواني لامس الخط، والحكام رافعين يده. التصويب راح يكون التصويب خلاص، حكام راح يصفرون اذا ما خلصت لكم في رميه زاويه. توقع راح ترد على كاظم، اذا ما استقلها كاظم بالطريقه الصحيحه، اذا ما تكون لعبه هوائيه راح يصفر. الحيدر راح يخلص، راح يخلص تصويب، وايضا في الزاوية لو انها لامسة العارضة او حايشة حارس مرمى راح ينتهي اللعب السلبي. واتوقع الكرة راح ترد من راح يصوب الحيدري، الحيدري في رمية جزاء، في رمية جزاء. خبرة الحيدري، خبرة الحيدري، خبرة سعد الحيدري، هذا سعد الحيدري بخبرته خذ رمية الجزاء. برافو حكام اللقاء، برافو حكام اللقاء احمد الجيماز و محمد بويابس والامير مع عبد العزيز ظفيري. الامير والظفيري، الامير والظفيري، الامير يا الامير، لا لا لا، ظفيري الظفيري، الظفيري يا الظفيري، برافو يا امير. هذه الكره انت محتاجها، صوب هذه الطريقه، تصويبك بهذه الطريقه يعني خبره حارس المرمى، مع ان رميه الجزاء اللي فاتت من اللي صوبها؟ عبد الله، عبد الله العنزي أنا اللي صوب. الأمير دفاع 6-0 أمام الكويت، 17 الكويت 10 كاظمة. عبد الله الخميس العدواني 4-2 على الدائرة. عبد الله الخميس شوف الضغط، سعود ضويحي وسعود، برافو برافو يا سعود، برافو يا البالون. شوف لاعبين نادي الكويت مضمون، يبي يلعب الكرة مضمون، وهذا علي كابتن الحارس مرمى. كرة سهلة، شفت كرة سهلة، كرة سهلة، كرة سهلة، تسليم من لاعبي نادي كاظمة إلى نادي الكويت. 18 الكويت 10 كاظمة، فارق 8 أهداف. برافو نادي كاظمة. هذا هيثم الرشيدي يقود نادي الكويت، مدرب للفريق الضويحي، لاعب السنتر عبد الله. شوف في تكتيك فيه واضح 4-2، ممكن يصير الضغط السريع. شوف الضغط السريع، هذا الضغط السريع، وسعود فضت يعني امامه، فضت الساحه امامه، اكيد راح يصوب ويصوب على علي المسوي. دفاع غير موفق بصراحه من لاعبي نادي كاظمة. سعد الحيدري طلال ياقوت طبعا على الدائره، وانا مصمم في كلامي ان الضغط السريع راح تفض الاطراف، انت بحاجه حق الاجنحه. كمل كمل، شوف ما توصل في تحجيز من طلال، طلال ياقوت في خطا من لاعب الدائره، طلال ياقوت رقم 66 طلال ياقوت لاعب الدائره في مسك. والظفيري وهني الصفوريات، صفريات من هذا الحكم محمد بويابس. الامير الكويت أفضل، الكويت أفضل صراحة من كاظمة بالهجوم وبالدفاع وبالهدوء وبالقيادة أيضا. عبد الله خميس إلى الجناح، متعب هني، سعود ضويحي إلى عبد الله خميس إلى الدائرة البالول، لكن لا هذا مو البالول،
هذا مشاري، هذا مشاري، مشاري مشاري، هذا مشاري صيوان، ايضا لاعب دائرة، هذا مشاري صيوان. 4-2 سعود الى عبد الله. اوه يا عبد الله، اوه يا عبد الله، شوف التصويب على علي المسوي بقوة من عبد الله الغربلي. هذه كرة الى طلال، طلال حكم يقول شو يقول؟ يقول فيها اعاقة لصالح طلال، طلال صوبها خارج المرمى. يعني كلام بين مدرب نادي الكويت هيثم الرشيدي ويا الحارس مرمى محمد الفرحان. دفاع 6-0، دفاع محكم، دفاع ممتاز من نادي الكويت، خاصة منطقة الوسط، وخر عن منطقة الوسط. يوسف إلى سعد الحيدر، من وين يا سعد؟ بالبلوك، كم كرة بالبلوك يا سعد؟ كم كرة بالبلوك؟ وهذه كرة من الغربلي. أبراوي أبراوي يا الكويت، سيف 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 العدواني على حارس المرمى حمد دشتي. شوف بالبلوك تصويبات لاعبين نادي كاظمة، بلوكات دفاع نادي الكويت، وهذا سيف العدواني. 21-10 21-10، هدف واحد، هدف واحد سجله كاظمة بالدقيقة، يعني الحين 10 دقائق راح ندخل على 11 دقيقة، هل راح يسجل كاظمة الهدف الثاني؟ سعد الحيدري اصرار لاعب، شوف شوف هم بالبلوك، كم كرة، كم كرة ما اعرف يوصلها الخط الخلفي الى الاجنحة، وانا مصمم ان الاجنحة مهمين في كرة اليد، مهمين في كرة اليد، لكن بذكاء من لاعبي نادي الكويت على 6-0 وتصويب من الخارج بالبلوك، وسجلوا اهداف كثيرة وخذوا كرات كثيرة من لاعبي نادي كاظمة. 6-0 بالدفاع، 6-0 بالدفاع. عبد الله خميس الى الغربلي، محمد الغربلي، هذا محمد الغربلي، محمد الغربلي قوة ضاربة، وعبد الله الخميس، شوف دفاع بدون مقابلة، لكن عبد الخميس كان يعني يحاول يصطاد الزاوية، كرة سريعة، محمد جواد، يوسف حيدر راح يهدي، يهدي يوسف حيدر، يهدي يوسف حيدر، كرة مع صليلي الجناح الأيسر. شوف الضغط، ضغط من مسافة بعيدة، الضغط يعني اضغط وطلع الكرة راح تستفيد طلال. شوف الكرة كمل، راح دخول، دخول خاطئ عليك يا محمد، لو موصل الكرة كان أفضل وفاست بريك. فاست بريك، لكن حكم، لا الحكم رجع الكرة، رجع الكرة، هذا كابتن مروان رجب، كابتن مروان رجب. يعني 12 دقيقة، هدف واحد، هدف واحد مسجل نادي كاظمة أمام الدفاع الغوي، نزول عبد العزيز الدوسري، نزول عبد العزيز الدوسري أيضا لاعب خبرة، لاعب يلعب بالسنتر. شوف تبديل لاعبين نادي الكويت، يعدون الأدوار اللي عليهم، عبد العزيز وإلى الجناح متعب، لكن متعب ترد للكرة مرة ثانية الغربلي، حكام رافعين يدوم لعب سلبي، محمد، محمد يا محمد، محمد الغربلي، في عاق، في عاق، راح يصوب محمد، هم يوصل الكرة إلى مشاري لاعب الدائرة. نشوف هذه الكرة، استبدال الكرة، استبدال الكرة بيابس، هل محمد الغربلي راح يوصل الكرة إلى مشاري؟ 21 الكويت 10 كاظمة، هل راح يوصل الكرة إلى لاعب الدائرة؟ راح يكون الضغط والتصويب والحكام رافعين إيدهم، ومحمد غربلي أيضا له كلمة في هذه اللعبة، بالفعل وصل الكرة إلى الدائرة إلى العدواني، ورمية جزاء، وصل الكرة إلى العدواني بسهولة. دفاع ليس بالقوة اليوم، دفاع ليس، وشوف بسهولة وصل الكرة ورمية جزاء، وينفذ الرمية محمد الغربلي وسجل الهدف، محمد الغربلي يسجل، محمد الغربلي الهدف. 22
10 يوسف محمد جواد شوف لاعبين نادي كاظمة خط الخلفي وين يضغط شوف اخطاء كثيرة من الخط الخلفي ابراهيم الامير خلاص خلاص هني عند صليلي هذا اللي انا قاعد اتكلم اتوقع كابتن حامد العمره راح يكون متفق معاي يعني الاطراف الاجنحه مهمين في كره اليد شوف وصل الكره بطريقه صحيحه وسجل صليلي بالطريقه الصحيحه على عبد العزيز الظفيري وصل الكره للاطراف ممكن يعني لان النص نادي الكويت مكثف دفاعه بالنص لان الحيدري يصوب الامير يصوب يوسف يصوب محمد جواب يصوب محمد جواب يصوب من المطو هذا الكبير محمد لكن حارس مرمى برافو برافو يا حارس مرمى محمد دشتي غربلي من بعيد يصوب هذا محمد الغربلي هذا محمد الغربلي نجم كبير كرة اليد الكويتية شوف ردها 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 وعيدها يا مخرجنا شوف محمد الغربلي شلون استقبل كرة عبد العزيز وشوف التصويب شوف التصويب راح يردها لكم مخرج انا متاكد راح يردها لكم هدف ممتاز من محمد الغربلي شوف الامير نفس طريقه عبد الله العنزي طلال الامير ضغط سريع الضغط السريع شوف الضغط سريع خلاص لانك تستسلم للمدافع اذا استسلمت للمدافع خلاص لا وصل الكرة على طول قبل يمسك المدافع وصل الكرة عشان يصير ضغط كرة مع طلال 23 الكويت 11 كاظمة هدفين كاظمة في منتصف الشوط الثاني هذا يوسف وصل وصل الكرة بالبلوك 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 البلوك برافو يا نادي الكويت برافو يا نادي الكويت بالدفاع هذه كرة إلى العدواني العدواني لكن هالمرة حارس المرمى صاحي له حارس حمد دشتي هذا حمد دشتي صاحي صاحي برافو يا حمد كرة مع كاظمة يوسف وين يا يوسف وين يا يوسف لكن في دخول يقول خطأ على يوسف ترجع للعدواني مرة ثانية العدواني برافو يا حارس المرمى حمد دشتي ثاني كرة من العدواني ثاني كرة من العدواني كرة مع محمد جواد إلى الأمير إلى الأمير ويهدي محمد جواد يوسف استسلام انا اتوقع يعني وجهة نظري ان في استسلام من مهاجمين نادي كاظمة الخط الخلفي الخط الخلفي مستسلم الى دفاع نادي الكويت لكن شفنا لعبة واحدة من الامير حولها الجناح هذه الكرة هذه الكرة هذه عادة 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 مخرجة هاي مرة ثانية لكم شوف الارتقاء شوف هاي الثالثة شوف محمد غربلي شلون استلم الكرة وبارتقاء بالجو وصوب على هذا محمد غربلي تصويب الغوي هذه كرة صليلي لكن بالغان غير محظوظ يا صليلي غير محظوظ يا طلال غير محظوظ يا حامد صليلي 23 الكويتي 11 كاظمة داخلين على الدقيقة 17 تفوق كويتاوي شاري صيوان عبد العزيز الدوسري عبد الله عبد الله والدوسري شوف السلام عليك لكن حارس مرمى حارس مرمى برافو حراس مرمى نادي كاظمة ممتازين بصراحة حراس نادي كاظمة حمد دشتي كرة سريعة من كاظمة سعد الحيدري سعد الحيدري لكن وين تصويب في عار تجديد الرغابة على سعد الحيدري تجديد الرغابة على سعد الحيدري من التصويبات لكن لو نسوي نسبة وتناسب من الخط الخلفي بالتصويب بالبلوك يمكن أكثر من 10 كرات التصويب ببلوك دفاع نادي الكويت الدفاع المحكم الدفاع الممتاز من لاعبي نادي الكويت هذا الحيدري إبراهيم شوف تأخير بالكرة إبراهيم سلام يا سلام هذه كرة اليد مشي الكرة مشي الكرة بالطريقة الصحيحة اضغط بالطريقة الصحيحة وصل الكرة بالطريقة الصحيحة راح تسجل هذا شوف ضغط بين محمد جواد وبين ابراهيم الامير وهذا ايثم الرشيدي والنتيجة 23-12
23 الكويت 12 كاظمة. الكويت بالقوة الضاربة، نواف الشمري إلى محمد الغربلي، والتصويب محمد الغربلي يقول فيه عاغة. محمد الغربلي كان بإمكانه يوصل الكرة إلى سعود ضويحي، يبي يصوب. هذا محمد الغربلي، هذا حارس مرمى محمد دشتي. الغربلي محمد، محمد يا محمد بالمهارة الفردية، محمد محمد الغربلي بالمهارة الفردية يسجل. محمد الغربلي هدف رقم 24، الهدف رقم 24 للكويت 12 كاظمة، 12 كاظمة فارق 12 هدف، صراحة فارق كبير ومريح لنادي الكويت. هذا الحيدري، وين الحيدري؟ شوف أخطاء الحيدري، يعني يا أنه مفروض يصوب يا أنه يسلم الكرة إلى إبراهيم الأمير، لأن الدائرة خلاص ياقوت طلال ياقوت مع لاعب. هنشوف الحيدري، محمد جواد الحيدري، الحيدري والتصويب، لكن يقول حكم فيه أربع خطوات يا الحيدري، الحيدري أربع خطوات. الحيدري توقعت يوصل الكرة لإبراهيم الأمير، كرة مع محمد جواد، الحيدري سعد الحيدري، الحيدري برافو يا الحيدري، برافو يا سعد، برافو يا سعد الحيدري، مهارة فردية سعد الحيدري يسجل الهدف رقم 13. شوف مهارة فردية ويا نواف الشمري ويسجل الحيدري. الكويت هذا المدرب نادي كاظمة مروان رجب، شوف الكويت راح ينفذ بالهجوم، تبادل بالمراكز، سعود ضويحي الى نواف، شوف كره لكن ابراهيم الامير صاحي صاحي. محمد جواد هذا لا، احمد مراد صليلي حامد ابراهيم الى محمد جواد الى احمد، احمد يا احمد برافو يا احمد، احمد عبد الهادي مراد، هذا احمد تدر الحارس، برافو يا احمد عبد الهادي مراد، كل قوته اندفع من الجناح، دفع من الجناح وسجل على الضفيري عبد العزيز. احمد احمد بن والده عبد الهادي مراد نجم كره اليد الكويتيه بالجناح الايمن، عبد الهادي مراد احد المدربين الوطنيين ولاعب نادي كاظم المنتخب الوطني، هذا احمد يغافل الوقت. ارضيه الملعب، أرضية الملعب عرق من اللاعبين مجهودهم، اللاعبين هنا الأمير وصليلي، آخر عشر دقائق بن هذا الأمير كاظمة لم يظهر بالصورة اللي شفناها، سبب رئيسي فيه. شو السبب الرئيسي يا كابتن؟ سبب رئيسي الدفاع نادي الكويت، قوة دفاع نادي الكويت وإصرار لاعبين نادي كاظمة بالاختراق في منطقة الوسط، يعني صعوبة لأن قاعد يلعبون 6-0، لا 6-0 خلاص يبونك تصوب من الخارج، ولو أنا بعد كم بلوك من لاعبين نادي الكويت ترد عكسية على لاعبين نادي كاظمة. كرة مع العدواني، نواف إلى الغربلي، الغربلي لكن برافو برافو حارس مرمى، فاست بريك سريع من العنزي، العنزي وهني حارس مرمى بعد الضفيري وفاست بريك، هذا عبد العزيز الضفيري يهدي نواف الراس مرمى ممتازين. حمد دشتي هذه كرة إلى أضواء يقول فيه عاقة، هذا محمد الغربلي، محمد الغربلي عبد العزيز الدوسري على الدائرة، العدواني سيف العدواني نواف، هذا سيف العدواني، هذا نواف في دفاع قوي، في دفاع قوي، في دفاع قوي ما يخالف يا نواف، دفاع قوي من احمد، واهدى يا احمد، وهذا العدواني اهدى يا احمد، هاي الدقيقتين
يعني قاعد اقول اهدى يا احمد، لكن العدواني سيف العدواني باختراق بذكائه تمويه على احمد مراد، والدقيقتين الدقيقتين يعني اقول اهدى يا احمد. كرة مع الغربلي، عدواني الغربلي الى الجناح، متعب متعب يا متعب، برافو يا متعب المطيري، هذا متعب وهذا حارس مرمى حمد دشتي، برافو نادي الكويت، استحق صراحة الصدارة. اللاعبين المتواجدين مثل اللي انتم شايفينهم اسماء كبيرة في نادي الكويت، اسماء كبيرة نجوم كبار خبرة قادرين على القيادة داخل الملعب، كلهم كباتن يعني قادرين على قيادة فريق نادي الكويت. طلبوا الوقت المستقطع كابتن مروان، وقت المستقطع هذا كابتن مروان راح يعمل كابتن مروان من الصعوبة باجي 8 دقائق، هل كابتن مروان راح يشرك الشباب نادي كاظمة؟ يعني هل راح يشرك عبد العزيز؟ خلاص يعني الفارق كبير وما قاعد يدون، نشوف الطريقة. مخرج شكرا مصورنا، هذه الخطة، هذه الخطة، شوف الضغط واضح ان اضغط بين اثنين، شفتوا الخطة؟ مخرجنا ما يبينا نقول خطة، ما يبينا نقول خطة، لكن خطة واضحة، الاختراق بين يعني الدخول الضغط بين لاعبين، هذه الخطة. شكرا شكرا مخرج، شوف الضغط بين لاعبين، ليش؟ لما يصير الضغط بين لاعبين راح يفضون الأجنحة، الأطراف تفضي. هذا الدكتور مساعد مشرف إدارة الفريق مساعد مفرح، أريحية لاعب النادي الكويت، انتهى الوقت المستقطع، انتهى الوقت المستقطع. الكرة مع كاظمة، حيدري شوف ايش راح ينفذ، هل مثل ما طلب الكابتن مروان الضغط، وابراهيم الامير راح يكون جاي مندفع، هذا ابراهيم يا الامير مندفع والتصويب، لا كان طلال على الدائره، طلال فاضي والمرمى فاضي، وهدف هدف كابتن مروان وضع الخطه يا الامير، انا اقول لك كابتن مروان وضع الخطه وشفناه، ومخرجنا كان مركز عليه ومصورنا، والناس المشاهدين كانوا يشوفون الخطه، لو انكم وصل الكره الى طلال اتوقع هذا الهدف من الظفيري، شوف طلال فاضي، طلال فاضي طلال، لكن الظفيري برافو يا عبد العزيز الظفيري. كرة مع محمد جواد، نقص العددي، حيدري حيدري طيب الجناح، لا لا ما وصل حق الجناح، حاول وصل حق طلال، وهني الأمير، شوف نادي الكويت نادي كاظمة، مشكلة الخط الخلفي اليوم، مشكلة الخط الخلفي، الأمير محمد جواد نقص في صفوف نادي كاظمة، الحيدين راح يصوب راح يصوب راح يصوب راح يصوب، لكن وعلمنا حارس مرمى، حارس مرمى عبد العزيز الظفيري يا سعد الحيدري، عبد العزيز الظفيري برافو عبد العزيز الظفيري، عبد العزيز الظفيري، ترجع الكرة إلى نادي الكويت، 26 نادي الكويت 14 كاظمة، راح ندخل على آخر 5 دقائق، الغربلي إلى الجناح، سعود سعود يا سعود يا سعود سعود يا سعود، برافو يا سعود الضويحي، سعود هذا سعود الضويحي لاعب خبرة، لاعب كبير سعود الضويحي يلعب بالسنتر، شوف يعني نادي الكويت عنده أكثر من لاعب يلعب، يعني سعود الضويحي يلعب سنتر يلعب بالباكين، والحين شوفه بالجناح، وأيضا عندنا عبد العزيز الدوسري يلعب بالسنتر ويلعب في الباكات، وايضا عندنا عبد الخميس يلعب بالسنتر والباك ويلعب بالاجنحه، وهذا محمد جواد، شوف شوف الجناح هناك الفاضي، شفت الجناح الفاضي اللي هناك، لكن في عاقه ابراهيم الامير، ابراهيم الامير، ابراهيم الامير، هني لازم يعني اشوف الملعب صوره اوضح، اشوف الملعب صوره اوضح، خاصه انه يعني كان موجود عبد العزيز المسعودي، كان فاضي عبد العزيز المسعودي
احد شباب لاعبي نادي كاظم لاعب المنتخب في الجناح الايمن. شوف راح تطبق الطريقه نفسها الضغط، ابراهيم الامير يكون مندفع، ابراهيم الامير الى شوف الجناح، الجناح فاضي لكن الجناح وصلت الى طلال وبرافو، الجناح فاضي اعتماد على منطقه الوسط، والله صعوبه بدفاع نادي الكويت بالدفاع القوي هذا صعوبه. شوف كم لاعب على لاعب واحد، ثلاث لاعبين على لاعب واحد، توصل الكره الى طلال ياقوت وينهي الهجمه بهدف. 15 نادي كاظمه، 27 نادي الكويت. راح ندخل على اخر اربع دقائق. الغربلي، محمد الغربلي، وابراهيم الامير عينكم عليهم، هذا محمد الغربلي يوصل الكره الى لكن في اعاقه. ابراهيم الامير ومحمد الغربلي راح يكون دفاع قوي بينهم، دفاع قوي، حكم رافع ايده لعب سلبي. سعود ضويحي الى نواف، برافو يا نواف الشمري، نواف الشمري بسهوله يصوب على حمد دشتي ويسجل. شوف نواف كل سهوله دون مقابله ويسجل الهدف رقم 28. راح ندخل على اخر ثلاث دقائق. الامير رجع، شوف فاضي لكن يعني سعد الحيدري مفروض يسلم ابراهيم بسهوله الكره، يعني يقول له هاك طبق على طبق من ذهب يحط الكره ويقول له تفضل، شوف ابراهيم الامير بروحه، لكن سعد الحيدري قال له انا بخلص هذه الكره، وبالفعل خلص الكره. 16 كاظمه، 28 الكويت، 28 الكويت، 16 كاظمه. قوه نادي الكويت صراحه، اللاعبين متواجدين، لاعبين كبار متواجدين هنا، في دفاع خاطئ، هجوم خاطئ من عبد العزيز الدوزري، التحجيز كره سريعه صليلي، محمد جواد الى صليلي، راح يدخل صليلي ويدخل لكن في حجز من احمد مراد رقم 9، في الحجز من احمد مو من صليلي، احمد مراد، تحجيز الدائره وتكلم فيها الكابتن حامد العمران، يقول لاحظ البالول عبد الرحمن البالول شلون يتحرك وشلون يحجز وشلون يعني يصنع الخطه للاعبين الخط الخلفي. عبد الرحمن البالول على الدائرة، الغربلي، العدواني، نواف، متعب، العدواني تصويب، لكن وين يا العدواني تصويب. آخر دقيقتين، حامد، سعد الحيدري إلى محمد جواد إلى الدائرة، لكن لامس صح بالفعل على الخط يا طلال، لامس منطقة الستة، المنطقة المحرمة من طلال ياقوت. ترجع الكرة إلى نادي الكويت. 28 الكويت، 16 كاظمة. يعني الكويت كاظمة مسجل 9 أهداف في الشوط الأول، الآن الشوط الثاني مسجل 7 أهداف، وهذا الغربلي شوف شلون افتك من الكرة، لا ما يسوي الفاول، مو بحاجة يسوي فاول عشان يبي يستفيد منها من هالطريقة، ما يبي يسوي الفاول، يبي يمشي الكرة، ومشى الكرة وصلت إلى الجناح، لكن حسين دشتي كرة سريعة من كاظمة، كرات سهلة. هل في دقيقتين العدواني، سيف العدواني بابتسامة تمثيل يقول لا تمثل يا سيف، هيثم الرشيدي يقول لا تمثل يا سيف، دقيقتين نقص العددي واحنا على اخر دقيقة من زمن شوط المباراة. تفوق كويتاوي 28 على الكظماوي 16. محمد جواد ايضا باستعجال لكن حارس المرمى عزيز، برافو يا عزيز، عبد العزيز الظفيري حارس مرمى كبير، عبد العزيز الظفيري، هذا محمد الغربلي. نص دقيقة خلاص، اتوقع نقول مبروك لنادي الكويت،
نقول مبروك لنادي الكويت في المركز الأول ب 26 نقطة. طبعا خلاص ما يبون يسجلون، ما يبون يسجلون. نقول مبروك، نقول مبروك لنادي الكويت تحقيق نقطتين هذا اللقاء على نادي